السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا متابعين شركة تور محيط للسياحة والسفر، نحن الآن في فندق ومنتجعات داش ريزورت، نصور غرفة من نوع دايلوكس جاردين فيو. هذا النوع من الغرفة واسعة جدا، هنا تسريحة، يوجد صوفا بيت، سرير واسع جدا، هنا شاشة التلفاز، هنا الباثروم طبعا يحتوي على شطاف، هنا منطقة الاستحمام الشاور. ما يميز هذا النوع من الغرف احتواها على منطقة خاصة بالجاكوزي، كما تلاحظون هنا جاكوزي خاص بغرفة، خصوصية تامة. نطلع حديقة صغيرة، تصوير حصري وحديث لشركة المحيط للسياحة والسفر 2022، منتجع وفندق داش ريزورت لنكاوي.